التايكوندو من الألعاب كمان اللي بتفرحنا جدا ولينا نصيب طبعا في الأولمبيات من خصد الميداليات. وسيف عيسى اللاعب الأسطورة، أنا بشوف أسطورة لأن سيف بيقدم نموذج للاعب جوه الملعب وبره الملعب بالفنيات العالية الرياضية وأخلاقه كمان العالية جدا، بيتصدر التصنيف الأولمبي للعبة التايكوندو. وطبعا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دايما بيكون على تواصل مع اللاعبين، هو كان سعيد جدا وهنئ سيف عيسى بطل منتخب مصر للتايكوندو واتكلم معاه في حاجات كتير جدا وقال له ان هو مستني منه لسه كتير افضل في المنافسات اللي جايه ومستني منه حصد عدد اكبر من الالقاب باسم مصر. كمان اتكلم عن تقديره للاتحاد المصري للتايكوندو وعن رؤيته وخطته الهادفه لتطوير اللعبه وإعداد المنتخبات الوطنية كلها سواء على مستوى الرجال أو السيدات وتجهيزهم كمان لمختلف المنافسات، وقال إن هو لسه مستني منهم كتير من الإنجازات في رياضة التايكوندو. وأكد كمان على دعم الوزارة، دعم كامل للاتحاد في طبعا على غرار جميع الاتحادات الرياضية، كل اتحاد يشتغل على أكمل وجه وهيلاقي الدعم الكامل من الوزارة وكل المنظومة هتكون في ظهره. سيف عيسى حقق إنجاز تاريخي بتصدره طبعا التصنيف الأولمبي لوزن تحت 80 كيلو جرام، وبكده سيف بيصبح أول لاعب مصري في التاريخ بيتصدر التصنيف الأولمبي للتايكوندو والمصنف الثاني عالميا في الوزن ده. فزي ما بقول لحضراتكم يعني مهما نقول في كلام عن سيف عيسى ورفاقه في أسماء ونماذج أخرى، ولكن سيف تحديدا فهو نموذج للاعب مصري محترف معارف قيمة تيشيرت منتخب مصر جوه الملعب وبره الملعب. مليون مبروك لسيف عيسى، سيف عيسى نموذج حقيقي للاعب محترف عقليته محترفه، ودي اهم حاجه دايما بنكون بنفتقدها ساعات في الرياضيين كتير، فان شاء الله يفضل كده معتلي صداره الرانكينج العالمي في التايكوندو ويفضل بيكون بيقدم مباريات ونموذج مشرف لبطل مصري قادر ان هو يكون بيحمل علم مصر في محافل مختلفه.